مساء الخير. عاجل جدا، وفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد إدمانها بالمخدرات. بالفيديو كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية آخر التطورات للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد سفرها لألمانيا للعلاج من الإدمان، وبعد ذلك وفاتها هناك، حيث طالت الفنانة شيرين عبد الوهاب الأيام الماضية بشدة. ولذلك خرج نقيب الموسيقيين لكي يبعثوا برقية إلى الشعب المصري والعربي على حالة الفنانة التي اختلت واحتلت قلوبهم. وقال كامل خلال مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديدة المذاع على فضائية ETC أن المطربة الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب وهي في داخل المستشفى أو البلاد إنها لم تغادر المستشفى أو البلاد من الأساس. وأصدر محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا عاجلا بعد تداول وفاة الفنانة ونبأ وفاتها، ويخبر بالآتي: قامت الصفحة الرسمية للفنانة شيرين عبد الوهاب بإلغاء المتابعة لحسام حبيب على موقع التواصل الاجتماعي الذي نشر العديد من البرقيات العزاء للفنانة شيرين عبد الوهاب. وألغت شيرين خلال الساعات الماضية جميع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع الفيسبوك ما عدا حسام حبيب، ما أثار جدلا واسعا. حلاقة شعر شيرين عبد الوهاب، وكان قال حسام حبيب خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على فضائية MBC مصر والذي يقدمه الإعلامي عبر أديب: شيرين بتتأثر بالكلام جدا، إلى أن وصلنا للطلاق وبعدين موضوع الشعر اللي الناس كلها عرفته. عمري في حياتي ما كنت عنيف مع ست، مش تربيتي أعمل كده. وأضاف حسام حبيب: أهلي ناس كلهم متعلمين، أنا راجل متعلم ومتربي، ومتربي قبل متعلم، ومتربي يعني إيه ست. وعمري ما أخدت منها جنيه، وأول ما شفتها أول ما شفتها حلقت شعرها انهارت من العياط، أو هي بمعنى صح حلقت شعرها وانهارت من العياط ووقعت على الأرض. وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص والعلاج في إحدى المصحات النفسية حتى تكمل علاجها من إدمان المخدرات. كل الشكر وكل التقدير لكم، مع احترامي لهذه الأنباء ولكم مني. وأيضا معنا خبر أصل لحظة: القبض على المتهم المجرم البرنس المصري. شاهد وترى ما ترى، إنك في حضن مصر الجميلة والعزيزة. ربنا معاكم. صباح الخير أحبائي وأعزائي، نشاهد ما الفرق ما يحدث. لحظة القبض على البرنس المصري المنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هو الآن في تركيا يواصل فيديوهاته المسيئة للمسيحية. قالت قناتنا الملكة والأمير، وأعلنت خبر القبض على البرنس المصري أسامة شرف الدين المنتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو عار تماما من الصحة. أسامة الآن في تركيا يكمل ويستمر في ممارسات عمله في إشعال الفتنة بفيديوهاته على السوشيال ميديا بالتزامن مع الدعوات الخائبة للثورة يوم 11/11، وتحتضن دولة أصل ومنبع الإرهاب، ولم يتم القبض عليه حتى الآن. وأضافت قناتنا أيضا الملكة والأمير أنه فلا داعي لنشر أكاذيب وشائعات التي تتواصل على الفيسبوك في مصلحتنا، فتهدئة المسيحيين لا تكون بالخداع والتضليل، وتمجيد دور وعمل وجهد رجال الأمن أيضا لا يكون بالكذب، فهم ليسوا بحاجة إلى تلك الأمور الساذجة والضارة عليهم. فجميعنا نعرف ونقدر مجهودات رجال الأمن الشاقة من أجل سلامة وأمان واستقرار الوطن، فرجاء تحري الدقة قبل تناقل أي أخبار، خصوصا في قضية رأي عام كبيرة كهذه، ونأمل أن يكون في أرض الوطن عن قريب لمعاقبته ومعرفة من وراءه. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للتيك توكر الذي يحمل حسابه اسم البرنس المصري، واصل فيه إهانة المسيحية حيث حرق الكتاب المقدس، موجها خلال الفيديو أيضا شتائم بذيئة للأقباط، كما قام بتحطيم صليب باستخدام شبشب وسب السيد المسيح. ولم يتوقف عند ذلك، بل وجه تهديدات للمسيحيين
وأمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في المنشورات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة لمن يدعى البرنس المصري والمتضمنة ازدراء للدين المسيحي، حيث رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام تداول منشورات ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حسابات متعددة يظهر فيها شخص لقب بالبرنس المصري، والتي تضمنت ارتكاب عدة جرائم منها استغلال للدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد الاتجار وإثارة الفتنة وإزراء الدين المسيحي السماوي والإخوة المسيحيين والإخوة المسيحيين والإضرار بالوحدة الوطنية. إذا أعدت إدارة البيان تقريرا مفصلا بما تداوله من مقاطع بكافة مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت على ما تضمنته هذه المقاطع من أدلة ضد مرتكب تلك الجرائم وبعرضه على النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في الواقعة، ولكنه هو في تركيا فكيف؟ ولكن انظر الآن البابا تودروس ماذا يفعل؟ ماذا يفعل بالتزامن مع مؤتمر المناخ بشرم الشيخ؟ سور القدرائية يتزين بعبارات التوعية للحفاظ على البيئة بالتواجد مع بدء موقع مؤتمر المناخ 2022 في مدينة شرم الشيخ، والتي تبدأ فعالياته يوم 6 نوفمبر 2022، ويشارك فيها قادة العالم ومسؤولون رفيع المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضر آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم، وهو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغيير المناخ وما تفعله مع هذه البلدان لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها. ويعد هذا المؤتمر جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ. ومن الجدير بالذكر قام صاحب القداسة بابا تودروس الثاني من خلال العظة الأسبوعية في الفترات الماضية بتوعية الشعب عن أهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى عقد العديد من ندوات التوعية في كنائس الكرازة المرقسية. وفي شهر ديسمبر من العام الماضي أطلق قداسته مبادرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ازرع شجرة، التي من خلالها شجع قداسة البابا الإبراشيات والكنائس على زراعة الأشجار، على أن تقوم كل كنيسة بزراعة 100 شجرة على الأقل، دعما ومساندة لمصر في تنظيم النسخة القادمة من مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ. واليوم وبتوجيهات من قداسة البابا تودروس الثاني قام المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات بتزيين سور القدرائية المرقسية بالعباسية برسائل توعية للشعب المصري من أجل الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك، وذلك تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال أيام. وجهت عبارات التوعية الرسائل التالية: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، تكوين 2:15، استهلاك طاقة أقل بيساوي بيئة أنظف، الأرض أمنا الغالية حافظ عليها. نصلي جميعا من أجل نجاح فعاليات هذا المؤتمر، وبصلاة أرض قداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية، نطلب الصلاة من أجل رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يجعل مصرنا العزيزة مصر قوية ضد الإرهاب، ضد من يحاول أن يتسول بنفسه ليكون أعلى وأعلى وأعلى. ولكن إن شاء الله مع تزامن ارتفاع أسعار الدولار، الدولة تحاول بكل الطرق أن تحبط مساوئ الإخوان الذين يحاولون أن يكونوا ويستغلوا هذه الثغرة أو الاقتصاد الواقع في عيون الاحتكار، وإن شاء الله الدولة تستطيع أن تسيطر على كل هذه الأمور. مصر الكريمة، مصر العزيزة، مصر أم الدنيا، مصر التي تحافظ دائما على شعبها، الشعب الأصيل، الشعب الذي لا يهاب أي شيء. كل الشكر وكل التقدير لكل محب القناة، قناة الملكة والأمير. لا تنسى أبدا اشتراكك في القناة، قناة الملكة والأمير، التي دائما تبحث إلى كل ما هو جديد. ولا تنسى اليوم السنخسار اليوم، وهو بمناسبة البطريرك العظيم الذي
قام نياحة البابا يوسابي الأول 52. هذا البابا الذي وقف ضد الحاكم المصري ولم يهاب، وقف ضد الأساقفة الذين حاولوا ترهيب الشعب وتخويف الشعب. ولنا الكثير من هؤلاء البابوات البطارقة، لأنه في مثل هذا اليوم من سنة 841 ميلاديا تنيح هذا الأب القديس الأنبا يوسابي الثاني والخمسون من بابوات الإسكندرية، وكان من أولاد عظماء منوب وأغنياؤها. ولما انتقل أبوها وتركاه رباه بعض المؤمنين، ولما كبر قليلا تصدق بأكثر من أمواله، ثم قصد برية القديس ماقريوس وترهب عند شيخ قديس. ولما قدم الأنبا مرقس الثاني 49 من بابوات الإسكندرية وسمع بسيرته دعا إليه، ولما أراد العودة إلى البرية رسمه قسطا وأرسله، فمكث هناك مدة إلى أن تنيح الأنبا سيمأون الثاني 51، وظل الكرسي شغالا إلى أن اتفق بعض الأساقفة مع بعض عامة الإسكندرية على تقدمة شخص متزوج كان قد رشاهم بالمال. فلما علم بقية الأساقفة أنكروا ووضعوا هذا الرجل العظيم البابا يوسابي الأول 52. كل الشكر لكم، شكرا لكم. ومن الأخبار السارة أيضا نجيب جبرائيل، قدمنا أدلة العثور على الطفل شنودة بالكنيسة والمطالبة بعودته لأسرته. قال نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة أنه اتخذ خطوتين، الأولى وهو دعوة أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي لإعادة الطفل في أحد المؤسسات التابعة لوزارة التضامن وتسليمه إلى أهله، والخطوة الثانية إلغاء ديانته وإعادة إلى ديانته الأصلية التي عثر عليها فيها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خير رمضان في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس أنه تقدم بطلب للمحامي العام فتح محضر لسماع الشهود، لافتا الى ان الشهود قالوا ان الولد عثر عليه داخل الكنيسه، وتابع ان قرار النيابه العامه يحترم، ولكن هناك ادله تؤكد ان الطفل وجد في الكنيسه وليس خارجها، وان القضيه كيديه من احد الاقارب بسبب الميراث. اوضح ان المسيحيه لديها قانون التبني، لذلك تحتاج الى اعاده ديانه الولد حتى تستطيع الاسره الى ان تتبنى هذا الطفل، مؤكدا ان اقوال الائمه إذا ولد طفل في مكان مسلم يصبح مسلم، وإذا ولد في مكان مسيحي سيصبح مسيحيا. وفي هذا أيضا البابا تودروس يشارك في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة برئاسة السيسي. شارك قداسة البابا تودروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المقصية والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأيضا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة في القاهرة الجديدة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها، وشهدت أكاديمية الشرطة اليوم الاثنين حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وشخصيات عامة وقيادات أمنية سابقة، فضلا عن عدد من الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف واهالي الخريجين وسط التشديد على الاجراءات الاحترازيه. كما ياتي ذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذيه واسر طلاب الشرطه الخريجين بمشاركه اللواء محمود توفيق وزير الداخليه واللواء دكتور احمد ابراهيم رئيس اكاديميه الشرطه. شكرا لكم احبائي اعزائي، ونكمل معكم موضوع الطفل شنوده. لكم كل حب. مساء الخير احبائي واعزائي، مع قناتكم قناه الملكه والامير. كل الشكر لمحبي القناة. طبعا كلنا بنتمنى وكلنا بنحب الطفل شنودة وبنتمنى له إنه يعود إلى أسرته. نجيب جبرائيل يكشف تفاصيل جديدة في قضية الطفل شنودة مع المصري اليوم. قال نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة أنه اتخذ خطوتين، الأولى وهي دعوة أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي لإعادة الطفل في أحد المؤسسات التابعة لوزارة التضامن وتسليمه إلى أهله، والخطوة الثانية إلغاء ديانته وإعادته إلى ديانته الأصلية التي عثر عليها فيها. محامي الطفل شنودة لا يوجد بلاغ باختفائه أو شكوى أو الأسرة، والأسرة تريد كفالته. محامي الطفل شنودة يكشف تفاصيل جيدة وجميلة بشأن الفيديو. بعد وقعة الطفل شنودة طلب إحاطة يطالب بتفعيل التبني وفقا للائحة 38 للأقباط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خير رمضان في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس أنه يقدم بطلب للمحامي العام لفتح محضر لسماع الشهود، لافتا إلى أن الشهود قالوا إن الولد عثر عليه في داخل الكنيسة. وتابع أن قرار النيابة العامة يحترم، ولكن هناك أدلة تؤكد على أن الطفل وجد في الكنيسة وليس خارجها، وأن القضية كيدية من أحد الأقارب بسبب الميراث. وأوضح أن المسيحية لديها قانون التبني، لذلك تحتاج إلى إعادة ديانة الولد حتى تستطيع الأسرة أن تتبنى هذا الطفل، مؤكدا أن أقوال الأئمة إذا ولد طفل في مكان مسلم يصبح مسلم، وإذا ولد في مكان مسيحي سيصبح مسيحي. ده من ضمن الأخبار. محامي من صدى البلد، أكد نجيب إبراهيم محامي أسرة الطفل شنودة أنه تم اتخاذ خطوات جديدة في قضية الطفل شنودة، وذلك بإقامة دعوة أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي بإيداع الطفل لإحدى المؤسسات التابعة للوزارة وتسليمه لأهليته. والأمر الثاني تغيير ديانته وإعادة ديانته الأصلية. وأضاف أيضا كما كنا من ذلك وردنا أدلة بأن الطفل الشرطي وجد في داخل الكنيسة والقضية إنسانية وليست دينية، موضحا أن عناصر الدعوة ستكون أمام القضاء العالي وهو من يحدد، كما قدموا طلب مستعجل أمام القضاء الإداري وسيتم تحديد جلسة خلال 15 يوم. يا رب اسعد كل الفرحين وفرحهم يا رب. شكرا ليكم أحبائي وأعزائي، ولكم من كل الحب والتقدير. سلام الرب يسوع المسيح يكون معكم. قابلت الهابلت رجل سورة قسيس كان يوزع حلاوة المولد على المارة في رمسيس. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكاهن يوزع حلاوة مول المولد على المارة في ميدان رمسيس وسط القاهرة محبة من المصريين. بالصور مسلمون ومسيحيون يوزعون الشربات بالمولد احتفالا بالمولد النبوي بالاسكندريه. تنفرد محافظه الاسكندريه بخصوصيه شديده خلال احتفالات المولد النبوي الشريف سنويا، اذا اعتاد اهلها على توزيع الشربات بالموز في مشهد لا يوجد في سواه. وشهدت منطقه الابراهيميه شرقي الاسكندريه اليوم السبت توزيع مسلمين ومسيحيين لاقوام الشربات بالموز على الاهالي ابتهاجا بالمولد النبوي الشريف بالنسبة للإخوة المسلمين. وفي هذا النطاق أيضا فيديو ياسمين وعز البيت اللي بتمارس فيه الدجاجة عمل الديك مصيره الخراب. قالت الإعلامية ياسمين عز إن ما ينفعش تقولي لجوزك وهو نازل خد كيس الزبالة في إيدك. وأضافت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج كلام الناس المذاع عبر الفضائية، أبوكي لو نازل من البيت عمرك ما هتقولي له خد كيس الزبالة وأنت نازل. وأضافت في حكمة صينية قرأتها الصبح وعجبتني جدا، وهي البيت الذي تمارس فيه الدجاجة عمل الديك مصيره الخراب. متابعة معنى الحكمة إن الفرخة ما تعملش شغل الديك. شكرا ليكي وأخبار جميلة وأخبار حلوة، ودايما يا رب كده نتمنى كل الخير لكل المصريين وكل الأحوال الطيبة. أحبائي وأعزائي لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين. مع كل تحياتي وكلامي لكم، ما تنسوش اشتراككم في قناتكم قناة الملكة والأمير، ويا رب دايما تكونوا بخير وسلام وسعادة وأحسن حال. سلام الرب يكون معكم أمين. لا تنسوا اشتراككم وإعجابكم وتعليقاتكم ولايكاتكم. مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير أليسا. الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء والبطالة بالزواج والإنجاب هي أم ميتة أو أمة ميتة وإكرام الميت دفن. قالت الفنانة اللبنانية أليسا أن الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء وتحارب الجهل بالمناهج الدينية وتحارب التخلف بالفتاوي وتحارب الفساد بخطب المنابر وتحارب انقسام المجتمع بالمذهبية والتكفير وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب هي أمة ميتة وإكرام الميت دفنه. أمر عجيب وغريب. جاءنا أيضا أخت سلمى المبجحة. سلمى أبو ضيف فرحت الشباب لما راحت المهرجان، فرحت الشباب لما راحت المهرجان من غير بنطلون. الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف قامت بنشر صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي من أجل تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام. ماذا قالت؟ سلمى أبو ضيف ظهرت من خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، والتي ظهرت هناك من أجل المشاركة في أسبوع الموضة
وقد ظهرت ومرتدية بدلته شورت قصيرة للغاية والتي جاءت من اللون الأسود ومفتوحة من منطقة الصدر والأبخاد، وقد جاءت أطلالتها مع وضع نظارة شمسية أمام المرآة، وقد قامت بإظهار القليل من المكياج، ومما جعلها إطلالة جذابة للغاية والتي جاءت مع طرق شعرها. الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت بكثير من الأعمال الفنية التي جاءت من خلال السباق الرمضاني السابق، وهي التي جاءت مثل مسلسل راجعين يا هوا ومسلسل اختيار ثلاثة، وحيث أشاد الجمهور بجميع أعمالها وأدوارها على الرغم من الانتقادات التي أصابتها بالكثير من الأقوال والتي تنالها مؤخرا بسبب الإطلالات المثيرة التي تختارها وترتديها من بين الحين والآخر. كل هذا الكلام قد أثار جدلا، وربنا يكرمنا وربنا يرد علينا كل شر، وهنكمل معاكم الفيديو، خليكم معانا ما تمشوش، وهتشوفوا الأحسن والأفضل. ما تنساش تشتركوا قناة الملكة.